السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. هنتكلم النهاردة على ازاي تقدر تقوي التغطية الخاصة بالواي فاي الخاصة بحضرتك، تمام؟ كتير مننا عندنا أجهزة الراوتر اللي هي اوريدي بناخدها من شركات الاتصالات، فدايما بيبقى الجهاز اللي موجود هو بيبقى مثلا على سبيل المثال مثلا زي الجهاز ده، تمام؟ بيبقى اللي هو الجهاز الستاندر اللي هو فقط يؤدي الغرض، تمام؟ طيب احنا بعد استخدامه بنبدأ نواجه مشكلة مهمة أوي. ايه هي المشكلة دي؟ ان احنا النطاق بتاع تغطية الواي فاي ضعيف، ويمكن استخدامنا دلوقتي اكتر للواي فاي اكتر من الكيبلز واكتر من الايثرنت، تمام؟ يمكن الايثرنت لما كنا احنا بنستخدمه ممكن تستخدمه مثلا في جهاز ثابت، لكن مثلا معاك لابتوب مثلا او موبايل او مثلا تابلت واتيفر او ايباد، الاجهزه الصغيره دي فبالتالي بتحتاج ان انت واي فاي عشان تبقى براحتك وتبدا ان انت تستخدمها في اي مكان. فبنبص نلاقي مثلا لو في شقه مثلا صغيره، بتبص تلاقي مثلا في اوضه من الشقه بيبقى الاشاره فيها قويه، اللي هي الاوضه القريبه من الراوتر او اللي فيها الراوتر، ومثلا لو في اوضه ثانيه الاوضه دي ما فيهاش، لو في طبعا اكتر تبقى العمليه صعبه جدا، تمام؟ وده لان النطاق الخاص بالواي فاي هو بيعتمد على مساحه مفتوحه، فالحوائط والخرسانه والعوازل اللي بتبقى موجوده دي بتاثر وتضعف من اشاره الواي فاي. فدايما الاجهزه الستاندر اللي هي من غير انتنه بتبقى تقريبا حوالي 50 متر اوبن اريا، يعني الصافي بيبقى حوالي 10 متر صافي، تمام؟ طيب نقدر ان احنا نقوي الاشاره دي ازاي، او ايه الحلول اللي احنا ممكن نقدمها؟ وده صميم الفيديو اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. فخلينا نبدأ الفيديو ونشوف ايه الحلول اللي ممكن تقوي لنا من إشارة الواي فاي. خلينا نبدأ الفيديو نشوف عندنا. ورجعنا تاني. طيب بالنسبة للحلول اللي احنا ممكن نقدر ان احنا نستخدمها بالنسبة لتقوية الواي فاي، اول حل عندنا النهاردة وهو القطعة دي، تمام؟ واللي هي بتتسمى الواي فاي ريبيتر، تمام؟ وعندنا القطعة دي وهي راوتر قديم بنستخدمه ممكن ان احنا نحوله لاكسس بوينت. طيب بالنسبة للجزئية دي هنلاقي القطعة الاولى اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الواي فاي ريبيتر، دي قطعة بسيطة جدا، دي من هواوي، وفي طبعا منها انواع تانية كتير. دي بتتوصل بالفيشة عن طريق الكهرباء. الموضوع من منتهى البساطة ان احنا بنعمل كونفيجريشن للقطعة دي او اعدادات للقطعة دي بنفس اعدادات الراوتر بتاعنا. فبتعمل ايه؟ احنا بنوصلها في نقطة قريبة من الراوتر، تكون النقطة دي مش ضعيفة قوي ومش قوية قوي، معقولة، وتبدأ ان القطعة دي تمد لنا كمان 10 متر صافي بالنسبة للموضوع ده. فاحنا لو عندنا مثلا بيت مثلا اوضتين مثلا، تمام، واوضه مش لقطه، فممكن مثلا نقرب القطعه دي مثلا في اي مكان يكون فيه كهرباء، تلقط من الراوتر، وهي طبعا فيها لمبه بتدي انديكيتور ان اللمبه دي طول ما هي ثابته لونها ابيض ده معناه ان في كونكشن، طول ما هي لونها برتقاني او بتطفي وتنور يبقى ما فيش كونكشن. فالموضوع بسيط جدا ان احنا بنكونكت عليها عن طريق اي بي ادرس، بندخل عليه ونبدا ان احنا نعمل تواصل ما بينها وما بين الراوتر اللي عندنا عن طريق الواي فاي، يعني احنا نختار نفس اسم الشبكه ونفس كلمه السر ونبدا ان احنا نكونكت، تمام؟ فبالتالي الجزئيه دي اول حل عندنا. طيب الجزئيه دي حل لطيف جدا وظريف وصغير ومش مكلف، تمام؟ طيب الحل بقى الاقوى شويه، تمام؟ ده راوتر قديم. راوتر قديم برضه بيتعمل له كونفيجريشن ويتوصل، ولكن هو يمتاز عن القطعه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، فان ده ممكن يوصل لي عن طريق واي فاي، وكمان ممكن يوصل عن طريق ايثرنت كيبل لان هو اوريدي فيه ايثرنت، فده بيقدم فكره افضل، تمام؟ طيب هل الموضوع ده ملوش عيوب؟ يعني الموضوع ده هيشتغل معايا 100 100 والدنيا تمام تمام؟ وعلى العلم برضه ان الاكسس بوينت فيه تفاوت رهيب جدا منها في الاسعار، يعني مثلا على سبيل المثال الاكسس بوينت اللي هي الاير لايف دي تعتبر احسن اكسس بوينت في العالم، وسعرها ممكن يوصل يبدا بقى من 2000 جنيه وانت طالع، تمام؟ وطبعا مع زياده الاسعار اكيد بقت اغلى من كده. فدي مثلا بيستخدموها في الشركات عشان يقدر ان هو يقوي من اشاره الوايرلس في المكان بالنسبه لشركه. في طبعا حاجات اللي هي بتبقى سيسكو طبعا تعتبر الكواليتي نمره واحد، في بعض حاجات اللي هي تعتبر حنينه شويه زي مثلا حاجات اللي هي الهواوي، مثلا حاجات اللي هي تي بي لينك، دي الدي لينك برضو، يعني دي من انواع الاكسس بوينت اللي نوعا ما تقدر تقول كده انها على قد الايد شويه،
تمام، ولكن طبعا الكواليتي التانية بتاعة الأجهزة التانية بتبقى أفضل. طيب هنبدأ نتكلم طب على العيوب اللي هتواجهنا. القطعة دي قطعة عملية جدا ولكن هي فيها عيب خطير، تمام. طيب ايه العيب الخطير اللي فيها؟ ان هي حضرتك بمنتهى البساطة بتسخن، توصلها حضرتك في الكهرباء بتسخن، فبعد شوية هتبص تلاقي الموضوع ايه، ما بقاش زي الأول. فهي القطعة دي معمولة عشان بس تشغلك مثلا ايه ساعة ساعتين زمن كده، ايه بنستخدم بيهم الانترنت وايه بنقوي بيه الكفرج وخلاص، يعني لازم تفصلها لان مش هتستحمل معاك كتير قوي لانها بتسخن بسرعة، تمام. طيب الراوتر ده تمام ممكن يستحمل معاك احسن شوية، ولكن برضه هو الادابتر بتاعه كانت المشكلة فيه ان هو اصلا مكان الراوتر الرئيسي كان برضه بيسخن، تمام. فطبعا الحاجات دي كل ما بنعلى بيها بالكواليتي وكل ما بنجيب حاجة تكلفتها افضل بتبقى دنيتها احسن. فزي ما احنا اتكلمنا من ضمن الانواع الكويسة اللي هي طبعا هي التوب، عندنا مثلا حاجات بقى السيسكو برضه رائعة جدا، واللينكساس والحاجات الخطيرة دي برضه طبعا شركة سيسكو. بالنسبة للرواتر عندنا برضه نتجي رائع جدا، من الرواتر المحترمة جدا. وممكن برضه نحل المشكلة دي كلها بان احنا نجيب راوتر محترم بانتنة كويسة يدينا كفرج اكبر، بس ده هيبقى اكسترا كوست، ده هيبقى تكلفة زيادة وهيبقى تكلفة اكبر. وممكن نحل كل المشاكل دي بان احنا نستخدم راوتر محترم، تمام. وكل طبعا الراوتر مكان فيه انتنة خارجية كل ما كانت نطاق الكفرج بتاعته احسن، زي مثلا نت جير من الراوتر المحترمة جدا، ممكن يغطي لك 300 متر و600 متر وحاجات رهيبة يعني. طبعا حاجات بقى اللي هي السيسكو واللينكسس والحاجات اللي تبع السيسكو رائعة، ولكن هي تكلفة، فهي الفكرة في التكلفة. احنا بنتكلم في الحل ده للحاجات البسيطة اللي على قد الايد للناس اللي هي اوريدي بتستخدم الحاجات اللي هي تكلفتها مش عالية، تمام. فده كان صميم الفيديو، نتمنى يكون فيه استفادة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب. شكرا.